السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خاوتي، عدنا لكم اليوم بفلوق جديد. والان رانا متواجدين في مدينه العطف او قصر العطف، اللي يعتبر احد قصور مدينه غردايه، قصور السبعه. والعطف هو واحد من هذه القصور السبعه اللي جاي بجانب مدينه غردايه. الان رانا متواجدين في مقام سيدي ابراهيم. كما راكم تلاحظوا، مقام سيدي ابراهيم هذا مبني بطريقه بدائية، بطريقة وكل ما هو موجود طبيعي، بمواد بناء طبيعية. كما راكم تلاحظوا هنا جذوع النخيل، هاي وين، والجبس، جبس مدينة غردايه. مواد البناء هنا كلها مواد بناء طبيعية، ما شاء الله تبارك الله. وفي البناء على كل حال، مدينة غردايه راها تعتبر من القصور، او القصور الموجوده في مدينه غردايه كلها قصور طبيعيه، المواد بنائها طبيعيه ولا بدائيه، تعتمد على الاشياء التقليديه. مثلا هنا عندك الباب، اول شيء الباب من جذوع النخيل، هنا يبان ها عندك ثقيل الشيخ. ها ما شاء الله تبارك الله. والان رانا في بجوار قصر العطف، هاي المئذنه تاع المسجد. ويعتبر قصر العطف احد اقدم القصور الموجودة في ولاية غردايه، يعتبر أقدم القصور السبعة، هو أقدمه. وعلى كل حال مصنف في التراث العالمي لليونسكو في 1982. معايا السي عبد القادر دادي، السي جابر الجابري ربي يحفظه ان شاء الله،
رانا نجولوا في احياء مدينه العطف. وما شد انتباهي في مدينه العطف هو ازقتها الضيقه. ازقه ضيقه ما يعني كاين لي لاباس كما راكم تلاحظوا هنا عندك شارع ضيق. ولما لكل من يتساءل على سبب وسبب هذا البناء بهذا الشكل، الازقه بهذا الشكل، بسبب الحراره المرتفعه في فصل الصيف في في مدينه غردانه تمتاز بالحراره المرتفعه في فصل الصيف. لاحظوا هنا جذع النخيل كما راكم تلاحظوا. وكاين واحد الفكره في هذا المجال او متعلقه بهذا المجال كما راكم تلاحظوا هنا، هذه هنا تعتبر غرفه، هذه راها تسمى سقيفه. السقيفه هذه تاريخها او عندها حكايه. الحكايه انه في الجيران في القديم كان الجيران يتفاهموا، مثلا اذا كان عنده ولد وعنده ضيق في الدار يتفاهم مع جاره، يقول له يا جاري سلفني كتفك، يقول له سلفني كتفك، بمعنى سلفني كتفك. وهنا المقصود بسلفني كتفك هو اسمح لي في الجهه المجاوره لك اني خليني نبني في هذا المكان، وين يخلي ابنه راح يستبيت ولا يتزوج ويدير غرفه في هذا المكان، وبالتالي جاره يسمح له والابن راح يسكن في هذا الغرفه، يبني غرفه ويسكن فيها. هذه قصه سلفني كتفك، وهذه قصه السقيفه، الغرفه اللي تكون فوق السقيفه هذه كما راكم تلاحظوا. هذه ها